يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فإن مع العسر يسرا، ثم يؤكد هذا الكلام بقوله: إن مع العسر يسرا. القاعدة في اللغة تقول: إذا جاء الاسم مرتين وكان معرفا بأل التعريف فإن الاسم الثاني هو نفسه الاسم الأول. دل ذلك على أن العسر هنا نفسه العسر هنا. تكملة القاعدة أن الاسم إذا جاء مرتين وكان نكرة أي بدون أل التعريف، دل ذلك على أن الاسم الثاني ليس نفسه الاسم الأول، فيسر هنا ليست كيسر هنا. لذلك قالوا: لن يغلب عسر يسرين. فهذا العسر الواحد لن يغلب هذين اليسرين. فيا صاحب الهم ويا صاحب الكرب، أبشر بيسرين من الله سبحانه وتعالى، ولكن اصبر ولا تعجل، والله تعالى أعلى وأعلم.